السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديده غنوجدوا مع بعضياتنا. الغديوه ديالنا غادي نوجدوا فيها واحد ساندويتش ديال الكفته ديال لادان، قدمته مع الفريتو سلطه، وغادي نوجدوا حتى الويتي، غادي نوجدوا فيه دي بانكيك او شوكولا، يجيو هشاشين وبنان زوينين، كيعجبو الدراري بزاف. فكنتمنى تعجبكم لا فيديو ديال اليوم، خليكم معايا ندوزو المقادير وطريقة التحضير ديال هاد الوصفات بجوج اللي غادي نشارك معاكم اليوم. غادي نوجدو حشوة ديال الساندويتش، خليت هنا واحد البصيلة كبيرة شوية ولا جوج متوسطين على حساب الكونتيتي ديال الكفتة اللي غادي ديرو، درت معاها شوية ديال الزيت الجلدية وغادي نخليها تتهبط ليا عاد باش ندير التوابل. هنا من بعد ما هبطت ليا البصلة ديالي شوية غادي ندوز ندير ليها شوية ديال الملحة، سكينجبير، البزار، شوية ديال الخرقوم، وشوية ديال القزبوريات. صافي غادي نحرك مزيان، غادي نزيد هنايا عندي كفتة، ديروا اي كفتة بغيتوا، انا هنايا دايره غير ديال لادان على حساب العدد ديال افراد الاسرة، ديروا القياس اللي بغيتو نتوما. بغيتو ديروا كفتة، بغيتو ديروا داند نيت طريفات ولا دجاج طريفة ديال الصدر، انا كتعجبني الكفتة اكثر. من بعد ما حركناها مزيان حتى تخلطات لنا مع البصلة، غادي نزيد واحد شوية ديال الربيع والزيتون خضر مقطع طريفات ولا دوائر. الزيتون خلاص هو اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش ماشي مشكل. نعاودو نحركو مزيان ونخليوها طيب. صافي من بعد ما بردات ليا الكفته ديالي غادي ندوز باش نعمر الساندويتشات. انا هنايا غادي نستعمل طبيطات هكا على شكل كومير طوال، حليتهم. ممكن ديروا الخبز ديال البانيني اولا طبيطات نيت هكا صغار ولا كومير عادي ماشي مشكل. غادي ندير شويه ديال المايونيز، عندي هنايا لاصوص الجيريان، هي راه كتكون حاره شي شويه بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحار. غادي ندير شويه باش يجي الساندويتش شويه فازق ما يجيناش ناشف. على حسب اللي كيبغي الحار غادي يزيد شي شويه. صافي هنايا غادي ندير الكفته، كما قلت لكم ديروا اي نوع بغيتوا ديال الكفته ولا الدجاج ولا دان طريفات اللي بغيتوا. غنعمرو هنايا بالكفته، ممكن ديروا بحال الكتافي وغير بالكفته والفرماج، حيت انا غادي نرافق الساندويتشات ديالي بسلطه هكا بلي موجود في الدار والفريت. سينو بغيتوش ديروا نتوما شي مرافقه، تقدروا تعاودوا تعمروا حتى الفريت هنايا في الساندويتش شويه وشويه ديال ماضي الشعر والخس. انا بحال هكا الدراري عرفتو ما ياكلوش ليا سلطه كندير لهم هاد الشعر والخس والساندويتش ما كيحسوش بهم. دابا غادي ندير غير الكفته بوحدها وغادي ندير معها الفرماج ديال الساندويتش. صافي بحال هكا، وغادي نديرهم في لاباري ديال البانيني. ما كانش عندكم غديرهم غير في مقيله هكا وتقلوهم بشي حاجه باش يتقرملوا شويه. صافي وغادي نستمر هكا تنكمل البطيبات اللي عندي.
وندوز باش نقلي الفريت ونصايب لا سالاد. غادي ندوزو باش نصاوبو دابا البانكيك او شوكولا. غادي نبدا لكم بالمقادير. عندنا هنايا ربع كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الكاكاو المر، كاس عامر وكاس ما عامرش نقص عليه واحد شويه ديال الدقيق الفورس، كاس عامر ديال الحليب، وكاس حتى هو ما عامرش نقص عليه شويه ديال الحليب. عندنا هنايا بيضه، فانيا، خماره وحده، واحد الرويس ديال المعلقه ديال البيكربونات، الصودا، وعندنا تقريبا واحد 3 المعالق ديال الزبده دايبه. غادي ندوز دابا باش نوجد. اول حاجه غنبدا بالسوائل. غادي ناخذ البيضه، غادي نزيد عليها هاد ربع كاس ديال سينيتا، و غادي ندير معاهم فانيا. فانيا غير باش تنسم لينا، اللي عنده لاكسترا ديال الفاني حتى هو يديرو. نخلطو مع بعض مزيان. دابا غادي نزيد عليهم الحليب. الحليب اما يكون بدرجه حراره ديال الكوزينه، ولا لا كنتو غتجيبوهم الثلاجه دفيو واحد شويه باش من بعد ملي نزيدو عليه الزبده ما تكورش لينا الزبده، ما تجمعش بالبروده. كاس وكاس ما عامرش ديال الحليب، غادي نحركو شويه. دابا غادي نزيدو الزبده كما قلت لكم 3 المعالق، المعلقه الاولى، الثانيه، الثالثه. غادي نخلطو مزيان. صافي غادي نخليو هذا على جنب وندوزو باش نخلطو هذا الشيء الناشف. هنا خليت واحد البول اخر، غادي ندير فيه الدقيق اللي طبيعه الحال راه مغربل، قلنا كاس، وكاس اخر ما عامرش. نص كاس ديال الكاكاو، واحد الخماره، واحد راس معلقه ديال البيكربونات ديال الصوديوم راها موجوده في الفارماسي. صافي هنا كنحرك مزيان باش نزيدوهم على داكشي اللي خلطنا في الاول السوائل. صافي دابا غادي نجيبو البول اللي درنا فيه السوائل، وغادي نبداو نضيفو هادشي اللي خلطنا هنا، الدقيق والكاكاو والخمارة والبيكربونات بشوية بشوية. صافي من بعد ما خلطناه مزيان هانتوما كيكون شويه شاد راسو ثقيل ماشي خفيف بزاف. دابا غادي نضيف ليه انا شويه ديال لي بيبي ديال الشوكولا، كيجيو زوينين. واش ديروهم ما بغيتوش ماشي مشكل،
هو اصلا غادي يجي بنين بوحدو بلا فيتي ديال الشوكولا. صافي غادي نحرك مزيان، غادي ندوز ندير المقيله ديالي تسخن ونطيب لي بانكيك. صافي هنا من بعد ما سخنت ليا المقله ديالي غادي نقص العافيه تكون مهيله، وغادي نبدا نطيب البانكيك ديالنا. كما قلت لكم العافيه تكون مهيله باش ما يتخطفوش، لان يتحرقوا من برا ويبقاو خضرين من الداخل. صافي كنشوفوها بدات كتنشف هكا من الفوق، راه بدات كطيب، كنقلبوها. وكنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى نكملوا البانكيك اللي عندنا كامل. صافي هنا من بعد ما كملت الطياب ديال البانكيك ديالي، ها هو راه كنت كنطيب وكنديرهم هكذا فواحد المنديل نقي، وكنبقى نغطيهم باش يبقاو رطبين ومفشفشين، ما يجيوش ما يقصحوش. هنا غندوز نوجد الصوص اللي غادي نستعمل نزين بها البانكيك. غناخذ واحد الكاسرونه غادي ندير فيها كاس ديال الماء، جوج معالق ديال الكاكاو. انا هنايا عندي داك الكاكاو اللي كنديرو في الحليب ديال الدراري كيكون حلو. ما عندكمش بغيتو ديروا الكاكاو المر غديروا جوج معالق وديروا معاه جوج معالق ديال سنيده، هذا مع حلو ما غاديش نحتاجو سنيده. غادي نزيدو عليه معلقه عامره ومعلقه ما عامراش ديال النشا مايزينا. صافي كندوزو كنحركو مزيان، خلاص البطر باقي ما شعلتهاش. صافي دابا غادي نشعل عليه البوطه. غادي نقصها شويه وغادي نبقى نحرك. هنا غادي نزيد واحد الساشيه ديال الفاني باش نسمو، ما تبقاش ديك المذاق ديال النشا مابقاش باين. عندي هنايا غنزيد انا واحد جوج طرفات ديال الشكلاط، كانوا عندي هادو اختياريين، هادو غيبقاو عندي في الثلاجه قلت نحيدهم عليا. ما كانش راه غير هكا راه كيجي مزيان. صافي كنبقاو مستمرين كيبدا يعقد لينا بحال هكا. انا غادي نزيد واحد رويس معلقه كبيره ديال الزبده، نقص واحد شويه على حسب ديك اللمعه باش يجي شويه لامع الشكلاط ديالنا الصوص. الشكلاط هذا ممكن تغلفوا به الكيك، تدهنوا تدخلوا هكا على البانكيك ولا لا كريب، نتوما كتحكموا في الدرجه ديال الثقوليه ديالو باش ما خليتوه غادي يزيد يعقد. انا غنخلي غير بحال هكا. صافي غنطفي عليه وغادي نخليه حتى يبرد باش نزوق به البانكيك ديالي. صافي
صافي هما البانكيك ديالنا، شوفوهم كيف كيجيو، راه كيجيو رطبين. هنايا زينت معكم واحد شويه بالصوص اللي صايبنا، زوقتها بلوز افيلي محمر وطريفات ديال البنان، كيجيو زوينين بزاف هكا للغوتي ولا للدراري في الصباح. غادي نقطع معكم واحد شويه باش تشوفوا كيف كيجي، انتما راه كيجيو رطبين دغيا كيتقطعوا. كيجيو هشاشين، نتمنى تجربوهم وتردوا عليا الخبر ان شاء الله. طريقة تزيين راه على حسب اللي بغيت، ممكن تزينوهم غير بالبنان، ممكن تخليهم غير هكا كيتكالو حتى راه كيجيو زوينين. صافي ودابا شاركت معكم الطريقه باش قدمت ساندويتشات ديالنا ديال الكفته، صايبت معاهم سلطه ديال الخيار ومطيشه وشويه ديال لافوكا وسوريمي، واحد طريفه ديال الخس وشويه ديال الفريت لا موطارد والمايونيز. صافي هكا كيجي الطبق ديالنا. شاركت معكم الطريقه ديال التقديم، تاخذوا منها افكار، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله وبالصحه والراحه. كنتمنى تخليوا ليا لي جيم ولي كومونتير، والناس اللي مازال ما تابوناش كنتمنى ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. نخليكم دابا تلاقاو فيديو جديده، بالسلامه عليكم.